إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم واتبعوا من لم يزده ماله
خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا رب لا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب